عود الآن إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول أستاذ أمير استمعنا إلى هذه المقابلة شاهدنا ربما هذا الحراك أيضا ضد الاحتلال في الذكرى السادسة والخمسين للنكسة أين هذا الصوت اليوم؟ ما موقعه في الشارع الإسرائيلي؟ وإذا افترضنا أنه مفقود هذا الفقدان ربما إلى ماذا يشير؟ شو المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة بقناعة أنه ما في احتلال أنه في احتلال سهل لحد الآن أحيانا يعني تكون ثمن ويتغير الموقف الرأي العام الإسرائيلي لكن بدون شك أن هاي المطالب يمكن أهميتها أكثر في أنه إحنا نصير حسب جدول أعمالنا الحقيقي وليس حسب جدول أعمال الإسرائيلي ولا جدول أعمال المعارضة الإسرائيلية يعني ضد خمسة ضد الاحتلال السبعة في إحياء ذكرى النكبة في موضوع الجريمة وخيمة الاعتصام والمسير في حيفا في موضوع ديار عمر اليوم أمام المحكمة في الناصري هذا جدول أعمالنا الحقيقي نحن نقود حسب جدول أعمالنا الحقيقي اقتنع رأي العام اقتنع لم يقتنع لن يقت... اذا لم يقتنع بدورنا فلن يقتنع به اذا شاركنا في المظاهرات لانه لا يريد ان يسمع صوتنا اصلا يعني في الامس منعوا المظاهره ان تلتقي مع المظاهره الاسرائيليه فهذا موقف يعني في هناك موقف بسموه لا سياسي وهو كثير سياسي اللي بينكر الاحتلال هو موقف سياسي اللي بينكر العنصريه هذا موقف سياسي لكن بسموه في في الدبابه الاسرائيليه موقف ابوليتي او لا سياسي وهذا يعني يعني كذبه تاريخيه معروفه ويعني كثير مؤسسات بتستعمل بتستخدمها لكن مهم انه احنا نتمسك بجدول اعمالنا الحقيقي اذا اردنا ان نؤثر وأولا نريد ان نؤثر في موضوع الجريمه في اثر يعني بعد خيمه الاعتصام في بكره اليوم بكره لقاء مع رئيس الحكومه مع النواب العرب في هناك مسيره في حيفا في يعني ففي هناك تحول في هناك تحول وفي تجاوب اكثر بصير لانه الجمهور العربي الفلسطيني بشعر انه قضيته ليست من اجل انقاذ القضاء ولا اذا كان القضاء يعني هو ضحيه هذا القضاء نعم فيعني بالنهايه المطاف نشعر انه جدول اعمالنا هو الذي يحركنا ويجب ان نتمسك به م. كمستقلين انا اعتقد في نهايه المطاف ليس النضال المشترك هو الـ الـ الاكثر اثرا وانما النضالين للشعبين هو الاكثر اثرا ومع هذه المقوله اشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في الشان الاسرائيلي الاستاذ امير مخول شكرا جزيلا شكراً